أعزائي المشاهدين، مساكم الله بالخير وحياكم الله معانا وحلقة جديدة من برنامجكم من مكتبتي، وضيفنا المتواجد معانا دائما الأستاذ فهد عبد الجليل أبو غازي. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور والسرور يا أبو فهد، حياك الله وساعة مباركة. اليوم راح نتكلم نستكمل حديثنا عن هذه المجلة، مجلة الرياضي، 7 يناير 1989، عليها فهد الهرايفي على الغلاف ومحبوب جمعة. انا اعتقد البطوله صارت ب 11 شهر 11. اي نعم، البطوله المحبي او 12 او صخره سوداء محبوب. ايوه محبوب، وهو محبوب. اي أيوة والله، انا ما اسميه محبوب جمعه، اسميه محبوب الكويت. اي أيوة والله محبوب الكويت. في خلينا نشوف مجتمع الرياضه ابو فهد، ايش رايك؟ الاخبار اللطيفه هذه يعني خفيفه. صلاح الحساوي مهاجم منتخب الوطن الكويتي ونادي الكويت صرح للصحفيين المصريين أثناء حضور مهرجان اعتزال الخطيب بقوله أن الخطيب جماهيرية ومحبيه في الدول العربية كما له في مصر تماما، وقال أنه كان سيحضر مباراة اعتزال الخطيب حتى لو لم توجه له دعوة. شوف أيقونات كل دول الخليج، في أيقونات جاسم أيقونة، ماجد عبد الله أيقونة، يعني أيقونة الكل يحبهم. نعم. حمود سلطان في البحرين، منصور مفتاح في قطر أيضا تكلم عن منتخب الإمارات عدنان الطلياني الكل يحبه، وتكلم أيضا عن منتخب العماني، هم هناك مجموعة من اللاعبين مثل غلام خميس رحمة الله عليه الكل يحبهم. في هذيل أيقونات، محمود الخطيب يعتبر أيقونة. نعم. في الكرة المصرية. اسمع الخبر المفاجئ، يمكن أنت تدري عنها بس ما أدري، أنا شك أنك تدري. شنو؟ حمد أبو حمد نجم منتخب الوطني الكويتي لكرة القدم السابق يدرب منتخب فلسطين. صح، ما شاء الله عليك. إيه؟ الرياضي باشر مهام الجديدة كأول مدرب لمنتخب فلسطين. شوف أول مدرب حط تحتها 20 خط بعد إعلان الدولة مؤخرا. وصرح أبو حمد أنه سعيد بتولي هذه المسؤولية وسوف يجري الاتصالات اللازمة لإقامة معسكر تدريبي للفريق في مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية. وبالفعل كانوا وياهم في سوريا أعتقد. نعم. قبل الغزو اللي صار بالكويت. لكن نتكلم عن الخبر هذا، انا بالفعل تطرقت له في سابق، يعني من تقريبا اعتقد 25 إلى 25 سنة تقريبا، ذكرت ان حمد ابو حمد يعتبر اول مدرب محلي يدرب منتخب منتخب غير كويتي. فحمد هو مو بس اول مدرب لمنتخب منتخب فلسطين. اي بس لا منتخب فلسطين، لا لا منتخب فلسطين كان لهم مدرب، شاركوا في كاس العالم، لا هني شكوا تصفيات كاس العالم 34 ابو غازي. شوف شو يقول لك. ادري هذا بعد اعلان الدوله. بعد اعلان الدوله. اي لان الدوله كانت قائمه من قبل. اي وشاركوا في تصفيات كاس العالم 34 منتخب فلسطين، اكيد لهم مدرب. نعم. عندنا كذلك محمد علي لاعب نادي الجهراء يعتبر آخر لاعب كرة كويتي يسجل أهداف الموسم الكروي العام 1988 عندما أحرز هدفا في مرمى نادي الكويت في إطار مباراة الدوري المشترك. صحيح. عندنا كذلك عيسى هاشم حكم كرة القدم الكويتي أجريت له عملية جراحية مستشفى الأميري تكللت بالنجاح وقد عاده عدد من الرياضيين. يعني هذا طبعا عندنا هني أهم الأخبار. أي عندنا باستن أحسن لاعب في كرة في أوروبا، فاز الهداف الهولندي ماركو فون باستن بجائزة كرة ذهبية لعام 1988 والتي تمنحها مجلة فرانس فوتبول لأحسن لاعب كرة قدم في أوروبا. وقد أهدى باستن الجائزة لوالديه وقال أنه يعتبرهما رد فعل على حظه السيء. 88 فون باستن، 86 مارادونا، 90 لوثر ماتيس، 94 روماريو، 98 زيدان، يعني 2002 رونالدو. كل بطولة عشان ما ننسى إيطاليا 82. نعم. باولو روسي 82؟ إيه باولو روسي. نعم. 78 ماريو. نعم. كيمبس. نعم.
الدوري المشترك، التتويج أو التأجيل، هل يتوج الكويت بطلاً أم يتحقق المستحيل القادسية؟ لا، توج الكويت بطلاً. ماري ثماني. العربي فحيل يتألقان في الوقت الضائع. طبعاً فاز القادسية على كاظم 2-1. والله ما أدري، يمكن القادسية اللي فازوا ولا الكويت، ما أدري. إيه أعتقد 88، لأن الكويت حصلت ثلاثية. لا ثلاثية لا، ما أخذوها. لا أو ثنائية يمكن. ولا ثنائية. لا أخذوا كأس الأمير. أخذوا كأس الأمير صح. إيه. لكن ما أخذوا، ما أدري الدوري المشترك والله ما أدري، يعني البطولة ما كنت متابعها. بس شو رأيك نطلع فاصل برازي ونتابع بقية الحلقة؟ أعزائي المشاهدين لا تبعدون، خلوكم معنا، فاصل قصير وراجعين لكم. أعزائي المشاهدين رجعناكم بعد الفاصل وتكملت بقية حلقتنا، وإحنا في البارت الأول كنا نتكلم عن مجلة الرياضي سنة 89 يناير 89. هنا حوار مع الأمير عبد الله بن سعد. عبد الله بن سعد رحمة الله عليه، رئيس نادي الهلال الرياضي، رحمة الله عليه، رئيس نادي نادي الهلال، أحد الشخصيات اللي أسست الهلال الحديثة اللي قاعدين نشوفه إحنا الحين، هو اللي كان من يعني بفترة الثمانينات تهوى رئاسة نادي الهلال، وبالفعل كانت له بصمة في تاريخ أو مشوار الكرة أو مشوار الرياضة السعودية بشكل عام ونادي الهلال بشكل خاص. طبعا عملنا ليس نزهة، ولست موظفا عند أحد. الهلال نادي بطولات وليس محطة لجلب الفلوس. يعني يقول أرفض الحلول الوقتية، نعاني ومعاناتنا طبيعية. هاي صورة جميلة لواجهة نادي الهلال، وهني طبعا في إطار في مباراة الهلال والنصر. رحمة الله عليه الأمير عبد الله بن سعد، لو أنه متواجد الحين ويشوف الهلال بالفعل وصل للعالمية، فريق صراحة من أفضل الفرق على مستوى العالم، مستوى آسيا ومستوى العالم. نعم. لقاء مع نجمي الكرة الكويتية محبوب جمعة ونعيم سعد. محبوب جمعة ونعيم سعد يعني 10 سنوات تقريبا أو أكثر وهما يعني مع بعض، يعني تربطهم علاقة قوية جدا داخل الملعب وخارج الملعب، حتى المراكز ين بعض ترى. يعني محبوب نعيم باك يمين ومحبوب قلب دفاعي يلعبون، وساعات مرة في مثل نهائي كأس آسيا سنة 80 محبوب ونعيم لعبوا باكات، سامي وجمال قلوب دفاع، ونعيم محبوب لعب باك شمال ونعيم لعب باك يمين. وايضا في 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 لعبتنا امام الصين اللي خسرناها 3-0 لعب محبوب باك شمال ونعيم باك يمين. نعم طبعا محبوب حاطيده على نعيم، شو يقول له؟ شو يقول؟ يقول محبوب ما دام معايا القمر مالي ومال، اي والله قمر ابو جراح الناس، اي والله مال النجوم بس مال الناس، مالي مال الناس، اي والله. تحية حق أبو نورة عاد، هذا محمد عبده وأنا فنان المفضل، أو في أحد ما يحب محمد؟ أي والله. وعبد الكريم كلهم. الأزرق بحاجة لجهود الدخيل وسويد والحداد. طبعا هني لما تتكلم 88 يوسف فيصل الدخيل ابتعد بعد دورة الخليج التي تقيمت في الرياض سنة 88، مع أن محبوب أكبر من يوسف، أكبر من فيصل، لكن فيصل ابتعد، ونعيم أكبر من فيصل أيضا لأن فيصل صغير، بس نعم. إنه ابتعد، شاف إنه خلاص أنا نعم. منتخب ببتعد عنه وألعب موسمين مع نعم. أو موسم مع القادسية وأنهي مشواري الكروي. نعم. يوسف سويد أيضا رجع في دورة الصداقة والسلام. مؤيد رجع في دورة الخليج اللي صارت في الكويت العاشرة. وبالفعل لو كانوا موجودين الثلاثي في بطولة آسيا كان هناك كلام ثاني. هني كنا نتكلم الدخيل معتزل كان. إيه الدخيل اعتزل بعد أيه. الرياض بعد أيه. دورة الخليج العاشرة أيه. اعتزل وخلاص قال بكمل لي موسم واحد نعم. مع المنتخب نعم. مع نادي القادسية وبعدها نعم. بعتزل. وصلنا التجوري ونكملها بالحلقة نعم. الجاية. التجوري طال عمرك هذه صورة محبوب ونعيم صحيح. يعني نجمين من نجوم كرة القدم الكويتية اللي ساهموا في إنجازاتها، واحد أحد أركان
يعني نجوم العصر الذهبي. صورة جميلة للكابتن نعيم سعد ومحبوب جمعة، يعني ينطبق عليها أغنية حسين جاسم توالفت القلوب، هو يقولون محبوب مع محبوب، أنا أقول توالفت القلوب نعيم مع محبوب. الله. فصراحة الصورة جميلة جدا لنجوم كنا نستمتع وكنا نشاهدهم، كنا على ثقة لما نشوفهم في الملعب أن إحنا فايزين فايزين. أعزائي المشاهدين، وصلنا نهاية حلقتنا، تقبلوا تحياتي، تحيات أخوكم فهد عبد الجليل، إلى نلقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة، ومع السلامة.